بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، حضورنا الكريم، جمهورنا المميز، لازلنا نتواصل معاكم ونحن دائما نتواصل مع كل انطلاقات وتحركات هذا الميدان. منذ لحظات أعلنت اللجنة ما شاء الله مشكورة عن انطلاق الشوطنا 14 بمجموع هذه الأشواط، خصص للإبكار محل المهجنات الأصايل. نتمنى إن شاء الله التوفيق والناموس للأخوة المتابعين والمشاركين لهذه الانطلاقات الجميلة. المركز الأول الطيارة علي بن محمد بن سيف بن حسين، النقلة على الشايبة سعيد بن سليم حربي العامري، وفي المركز الرابع أو ثالث المراكز هناك الذهيبة لناصر بن سليم بن الصغير الوهيبي، وفي المركز الرابع هناك المركز الرابع ولا بنقول نعم رابع المراكز سلطان بن محمد الملعاي من يقدم الشاهينية، وخامس المراكز ما شاء الله هنا من تأتيني في هذه اللحظات الحذرة لحميد هاشل عبد الله خاطر الشامسي، بينما سادس مراكز سعود ملكية الدكتور سعيد بن سالم الشيخ ما شاء الله أيضا حاضر مع كل انطلاقات هذا الميدان الرياضية. وفي المركز الثامن هنا من تأتي في هذه اللحظات مقلوعة لحميد رز الشامسي، وتاسع مراكز حلف عبيد عامر حميد بن عمهي المنصوري، وفي المركز العاشر عياد سعيد محمد بن احمد بو ابراهيم. هكذا مستمعينا الاعزاء كانت النتيجه، دعناها عليكم بالفوائد التمام. أعود والعود أحمد إلى المركز الأول، مقدمة الشوط، أعود والعود أحمد إلى التنافس. يلا يا الدكتور الشاهينية ولا الرياضية؟ الرياضية الدكتور سعيد بن سالم الشيخ من يدفع بالرياضية. نقلة على المركز الثاني، شعار ناصر بن سليم الصغير لوهيبي، بينما ثالث المراكز الله يا بن هاشل هناك اللي الحذر حميد هاشل بن عبد الله بن خاطر الشامسي، ثالثا النقلة على المركز الرابع اللي في المركز الرابع من الجانب الثاني هناك الشايب سعيد بن سليم بالحربي العامري، وفي المركز الخامس مهل لخلفان بن سيف الغويس. هكذا مستمعينا الاعزاء نوافيكم بهذه الانطلاقات الجميله، نوافيكم بهذه الاحداث الاجمل ما شاء الله هنا على هذا الميدان. الرياضيه ومسيطره الرياضيه على مقدمه الشوط،
صامد الرياضية على المركز الأول، صامد الرياضية على الموقع الحساس للدكتور سعيد بن سالم الشيخ. يا سلام يا سلام، بدوا يتحركون بدوا يتحركون. النقل على الذهبة ناصر بن سليم بن الصغير أو بن سليم بن الصغير الوهيبي، ولكن هناك الحذرة حميد هاشم عبد الله خاطر الشامسي مسيطر أيضا وماخذ حيز وماخذ موقع جميل للغاية. نتمنى إن شاء الله التوفيق، نتمنى الناموس، نتمنى الناموس، ولكن الرياضية الرياضية مع أحد الدخاتر الرياضية هناك اللي فاجأتنا حلوة لمحمد بن أحمد بن حلوة الاكتبي مسيطر على ثاني المراكز. اللحظات الأخيرة اللحظات الأخيرة اللحظات الجميلة. الله يا الرياضية يا الرياضية يا القوية يا الأداء الجميل المميز. تهانينا للدكتور ما شاء الله سعيد بن سالم الشيخ وعيناوي على موطن السلام إلى مدينة العين، هناك مع الدكتور سعيد بن سالم الشيخ. المركز الثاني لسعيد بن سليم بن حربي، المركز الثالث أحمد بن سعيد محمد بن أحمد بن سعيد بن حلو، المركز الرابع شعار بن حليس ما شاء الله من يتواجد سهيل بن حليس. النقلة على المركز الخامس خلفان بن سيف الأغويس. 6 دقائق 16 ثانية 36 جزم الثاني. تهانينا والناموس.